ماسنجر. ما وجه الغرابة في الأمر؟ لا أنا مثلا فماش غرابة، وأنا خلينا نحكي، هي بالمناسبة القضية جديدة، لقضية التآمر ما بين جبهة الخلاص ونتنياهو ومواطنون ضد الانقلاب البحيري، العرايض، نجيب الشابي ونتنياهو وتوفيق ونور الدين البحيري ومواطنون ضد الانقلاب وشخصيات أخرى. لحظة هذا جايتك عاد، والشخص اللي الناس الكل يحكيه الاسماء الكل ويقفل الاسم هذا ويوخره، اللي حتحكيت عليه في الابحاث، تو تسمع في الاعلام البارح والبارح والبارح تقريبا الكلهم يحكيوا نور الدين البحيري، علينا عريض ما حط القاب طبعا، نجيب شابي، فلان كذا، وبعد يقولوا وشخص اخر نتحفظ عن ذكره وكذا. لكن نحن ما قلت لك خلينا نحكيو سير على الشكل بعد ما نوصلوا على الاسم، لانه مهم من حيث الشكل احنا اذا كان في تحقيق زياد. نعم اذا كان من حيث الشكل اذا كان في تحقيق احنا ما يهمنا الاسماء، يعني نحاول دائما دائما انه لا ندخل في تفاصيل الملف. نعم هكا لا 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 لا، نعم. الشيطان يكمل في التفاصيل، هذه واحد. اثنين يا خويا راهي فما بدعة جديدة عاملينها لنا تو، الأبواق نتاع قيس سعيد، اللي هي يحبوا يعملون قضايا تآمر كي بات الفريب، يختاروا منها اللي يحبوا ويخليهم منه اللي يحبوا. بمعنى فما قضية تآمر تمشي للحبس ثم لها ويقعدوا عام كامل بدون سماعات ونبنيو عليهم حيط وان شاء الله يموتوا غاديك، حاجه ما تعنيهش قيس سعيد. وعندنا قضايا تآمر ثابته بالقضاء العسكري، بالتحقيقات العسكريه، بالنيابه العموميه، بسماعات، بشهادات، بمحجوز توقف فيها شخص واحد، اللي هي قضيه البلطي، اللي فيها سماعات ومحجوز ورتب عسكرية وفيها توفيق شرف الدين مجبود. وهذا صفحات ففي العركة متاع الأجنحة متاع الانقلاب فرشت كل شيء، وآخرها التسريب اللي خرج متاع وثيقة أنه قيس سعيد صحح على مشتريات ب 25 مليون دولار وطلعت وهمية، وهذا موجود في ملف القضية. نحن لا نريد الخوض في التفاصيل يا أستاذ. لا لا لا، فيش شي عمل لي أكثر من اللي عاملينه. لا ما احنا على التزام زياد. شنو هي التفاصيل هذي؟ احنا التزام أخلاقي وقانوني نحترم القرار. سمح. شنو هي هو؟ أنا باش نعرف تعرف أكثر من قيس سعيد. قيس سعيد مش أخي كي جبد التفاصيل الكل، هو عنده الحق نحن ما عندناش الحق. علاش هو وقت توصل القضايا كي تمسوا هو وجماعته تولي كخة وأحايا ما نمسوهاش، أما وقت اللي نحن عروضاتنا تتهتك وعبادنا تتشد في الحبس ونتبعثوا للمنفى وتتعمل فينا ملفات وما خلوهم عملوا فينا، هذاك مثال عادي، هذاك عادي جدا. نحن احترامنا نابع من احترام السلطة القضائية. سيدي جوهر بن مبارك عائلة، لا رش الغنوشي عنده عائلة وحفاد، لا الشابي كيف كيف عصام الشابي، لا غازي الشواشي عنده عائلة، لا هذوما الكل يعني ملوحين، قالوا قطعة حبال جابها واد ميسالش يصير فيهم هذاك الكل. وقت اللي توصل القضايا تمس اللحمة الحية متاع الانقلاب، وقتها نحن القضايا يخرج فيها يعني قرار قضايا يقول لك اسمع اي ما ندخلوش في التفاصيل. لا دع الخلق للخالق، لا كان تو ابرياء تو يطلع، شبيه ما سمعناش هذايا دع الخلق للخالق في قضية البلطي اللي تجبدت فيها اسماء، وقضية ال 25 فيها ممثلين وفيها فنانين وفيها مديرين عامين وشخصيات عسكرية وشخصيات من وزارة الداخلية وفيها محجوز وفيها سماعات وفيها يعني مخابرات وفيها خط أزرق، اتلمت خرجت من القضاء العدلي دخلت القضاء العسكري اتحطت في القجر اتسكرت ومشينا نحكيو في حكايه اخرى. بينما زوز قعدوا في قهوه اسمعهم واشي اكتب فيهم تقرير امني 12 واحد محطوطين في الحبس من فيفري قريب يوم العام سبعة. رئيس البرلمان الشرعي من جرة وشايه متاع نقابي امني وكربي خلص منه حتى وقف الحبس طبعا موجود اللي وشاي وشكاب رئيس البرلمان
هو كان موجود بجنبه، ولكن الفرق بيناتهم انه رئيس البرلمان داخل بخشمه وبعزته وبقدره، والتاريخ سيشهد لهذا، بينما الاخر داخل ذليل معفسين عليه الى مزبلة التاريخ. شفت الفرق ما بين زوز مسجونين؟ ما همش كيف كيف، واحد داخل مظلوم وواحد داخل ربي قاعد يخلص منه. هذه حاجه. اذا سي حسين اليوم فما شكون عملوا لنا يعني وصفه جديده، يحطوا لنا قضايا التيمم ال 14 على اساس بلا فريد، ولازمتك تختار منها. مش الكل كيف كيف، علاش تو فما شكون يقول لك يا اخي شبيكم مستغربين يا اخي من حكايه نتنياهو وغواصه؟ نعم. ويقول لك لا والله هذه تدفيه وتشليك للقضاء. ايوه علاش؟ انت زوز كي قعدوا على قهوه شربوا قهوه وقال لك هذوما باش ينحيوا باش يعملوا الاحتكار، هذه تصدقها؟ يا قيس سعيد تصدق هذه وتحبوش يصدق هذه؟ شوف قيس سعيد شوف هم اليوم طبعا قاعدين في احراج، لانه الاهبال في تونس وصل الى مرحله ما كناش متوقعينها، وخصوصا المره هذه الواشيه هذه بين قوسين، معلش كان تعرف الواشيه اللي قدمت الشكايه هذه ماهيش تونسيه، هي جزائريه مقيمه في دبي وجات لتونس، اعتقد تفصيلها هكاي، ولكن هي ماهيش تونسيه. نعم اعطينا تحليلات راي سياسي دون الدخول في تفاصيل القضاء. نعم لا ما ماهيش تفاصيل. نعم. هذا ما تم نشره على انا قاعد نبحث معاهم، ما هو قال لك تعاركوا السراخ خرج المسروق، يا اخي التفاصيل هذه من عرفناها نحن من الصفحات اللي قاعده تضرب من عند بعضهم، والقضايا مين قاعده تخرج نحن؟ يا اخي بالك شنو بالعموميه نحن معينينها؟ ما معينه قيس سعيد في الغرف المظلمه نتاعو، والابحاث منين قاعده تخرج؟ والملفات منين قاعده تخرج؟ والصور بالتصحيحات نتاع القضاة منين قاعده تخرج؟ تخرج من صفحات قريبة جدا من السلطة في نطاق العرق نتاعهم قاعدة تخرج. هذه الصفحات التي تظل ضدها. تو الناس الكل مرجوعة لمثلية. الصفحات نفسها قضاة، قضاة تشكو بهم ولأنهم هتكوهم وشهروا بالقضاة، ورغم ذلك لم تلاحق هذه الصفحات. أكثر من هذايا وكيل الجمهورية عمل قائمة في الصفحات اللي هبط التسريبات خاصة جدا جدا بالقضاة وما تنجم تخرج كان من وزارة العدل، وبعث هدايا باللي وزارة التكنولوجيا والاتصالات حتى يتحقوا منها، تسكر الملف وتحط في الاقجار وقالوا له ارجع غدوة. وكيل وين؟ الحكاية أكثر من عام ونص ومشات غاديكا، واليوم التسريبات نتاع الخفايا نتاع القضايا والأسماء منين قاعدين نعرفوا فيها؟ نعرفوا فيها من صفحات موالية لقيس سعيد وقاعدة تتعارك بينات بعضهم. خلنا نعطيك حاجة، هو موش سكوب لأنه تقريب الاسم قاعد يدور الإعلام تو عنده نهارين يوكوك ويوصلوا للاسم اللي تجبد في الأبحاث والكل لا تسكت. الاسم شكون هذي؟ هي وزير خارجية قيس سعيد شراف شبيب. السيدة تجبدت في البحث هذي، قالت الواشية أنه زوجة رئيس الجمهورية قامت متورطة في محاولة تسميمه، وهي عندها معلومات الواشي هذه قدمتها للقضاء على أنه زوجة رئيس الجمهورية حاولت تسمم الرئيس، وذاك علاش ربطوا هما أنه قيس سعيد قال في أكثر من مناسبة هناك محاولات عديدة لتسميمي، ومرة قال حبوا يسموه في قامورة نتاع خبز، ومرة هو انفلوب على كل يا سيد زياد الهاشمي، ومرة شنو المهم. نحن في المباشر يا سيد زياد، نحن الواشية هذه سأعطيك كلمة، سأعطيك كلمة، نحن في المباشر دائما نؤكد راهو الدخول في دقائق لك الملفات هذيك احنا ما تفيدنا حتى شيء، اذا كان تحليل جهه لكن اذا كان معلومات خطيرة حسب تقول انت، اذا كان ثابت خطير لازم يبحثوا فيها بالحق، هذه تامر حقيقية يعني لا صار فيه نيابة العمومية تعمل ندوة صحافية، احنا مش من عاداتنا صحيح ندوة صحافية مش من سبرنا كما قال الشيخ في المسرحية، مش من سبرنا، لكن يعلمونا شنو اذا كان قائد الاعلى القوات المسلحة العسكرية والفلاح او قائد اعلى القوات العسكرية فيه واحد يعمله في السم، هذه خطير الحكاية. فما موجة من الترذيل والتدفيه للملف هذا بالذات، وانا اقول الملف هذا بالذات لازم يتفتح ولازم تصير للعلن، نعم للناس الكل،
ولازم تخرج النيابة العمومية. راهو خطير جدا لما بعض الصفحات تسرب الوثائق وتقول انه الواشية هذه أعطت معلومة انه زوجة رئيس الجمهورية حاولت تسمو. ثم يرجع بنا الذاكرة للوراء انه رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة يقول هناك محاولات لتسميمي واني راني منعت بأعجوبة. هذه تصريحات موثقة لقيس سعيد. هذا هو مش انا ولا انت. هذا هو خرج وقال هناك محاولات لتسميمي. ووكيل الجمهورية بعث مراسلات رسمية لقصر قرطاج لسماع قيس سعيد في محاولة الاغتيالات نتاعو هو اللي تحدث عليها. وقيس سعيد رفض استقبال وكيل الجمهورية ورفض انه يتعاون مع التحقيقات وقال لا تجيوني لا نجيكم ورفض الاستجابة لهذا. ثم نسمع من خلال صفحات قريبة جدا من السلطة وعندها المعلومة وتأكد منها ديما معلوماتها صحيحة. الصفحات هذه كي تقول لك فلان راه باش يتشد بعد 24 ساعة يتشد. لما تخرج لك وثائق بالتصحيح نتاع وزارة العدل تخرج صحيحة. الصفحات هذه هي اللي سربت المعلومات نتاع قضية يوم الرقم 14 وقالت انه الواشية هذه نعم قالت انه زوجة رئيس الجمهورية مهم زياد خليني متورطة في عملية تسميم. خليني اشرك